يعني ايه يعني؟ بتلوي دراعي؟ بجد طلع، ما تجددش مش هتطلع. لا ده انت بتلوي دراعي بجد بقى. احسبها زي ما تحسبها في الدور. لا ما انا لو حسبتها بقى شيك. حسبها تطلع. الزعيق اللي جوه ده. اصبر بقى مش سامع حاجه. اسكت عشان اركز. احسبها زي ما الموضوع شكله سخن قوي جوه. ولا يعني فتوح يعني مزرجن ومش عايز يجدد. طب ما احنا عارفين الكلام ده بقالنا 5 شهور اهو يا شيكا. ايه الجديد؟ الراجل اللي جوه قاعد معاهم دلوقتي ده مش هيطلع غير لما يخلي فتوح يجدد. ليه يعني يا شيكا؟ مين اللي قاعد معاهم جوه؟ اصبر. ها يا شيكا؟ يا شيكا مين اللي قاعد جوه؟ يا عم اسكت، اسكت شويه خلينا اركز. طب ماشي ركز. ها يا شيكا؟ مين اللي قاعد جوه يا شيكا؟ قول لي يا شيكا. يا شيكا يا عم ارحم امي بقى. اسكت بقى. ايه ده؟ ايه الزعيق اللي بره ده؟ واضح كده ان احنا مش لوحدين. فعلا شكل في حوار مهم قوي بره. انا خارج. استنى يا فتوق. هاجي تاني بس هطلع اشوف ايه اللي بيحصل بره. اقعد يا فتوق، ما تصغرناش قدام الناس. طب ماشي قعدنا في السريع اهو. يلا قول له بقى. يا ابني اقعد واستهدى بالله. ما انا مش عايز اقعد. ليه؟ رجلي منملة يا ابني. ما انت واقف عليها اهو، مفيش حاجة. لا ما مش رجلي دي. انت عندك رجل تانية يا فتوح؟ سيبه على راحته يا لبيب. طب اهدى بقى يا فتوح كده ومش عايزين زعيق، وسلم على الضيف اللي عندنا النهاردة. الراجل الطيب ده جاي يسلم عليك، المفروض ترحب بيه. راجل طيب ايه؟ ده شكله عايز يضربني. انتوا جايبين ناس تضربني يا لبيب؟ عايزين نجدد بالعافية؟ يا حبيب قلبي مفيش حاجة اسمها تجدد بالعافية. وبعدين انت ازاي معرفتنيش كل ده؟ الله انا بشبه عليك. انت ممثل صح؟ او قربت. فكر تاني. انت احمد السقا. عرفتك. ازيك يا فنان؟ مختفي ليه بقالك كتير؟ وحشنا. اخسى عليك يا فتوق، كده تكسفنا قدامه. سيبه يا لبيب، ده طلع دمه خفيف قوي. قول لي بقى انت مش عايز تجدد ليه؟ لو على الفلوس امرها سهل. مش فكره فلوس يا عمنا، بس انا قلت لهم 100 مره لما كنت سهران بره ما يقعديش يزنوا عليا، يقرفوني. ايوه فعلا الزن وحش برضه يا جدعان. ايه سهران بره؟ قلت لهم اكمل سهرتي وبعد كده نشوف اي حاجه تانية. لا ما ينفعش يا لبيب، ما ينفعش تخليه ما يكملش سهرته. اه شفت، قلت لهم. اطلع بره يا. ايه ده في ايه؟ اطلع بره مش هنجدد لحد. الحقني يا لبيب هيتحول عليا. اهدوا يا جماعه. بص يا استاذ جمال، فتوح عليه ديون كتيره قوي، دبس نفسه، وفي كام عيل لعب في دماغه عصاه علينا، بس هو ابننا في الاول وفي الاخر وعايزين نحافظ عليه. وهو عشان كده انا جيت هنا. تعرف ان انا ما بتدخلش في اي حاجة، بس كله بالعقل. قول له يا فتوح، قول له ما تخافش. لا بصراحة انا خايف منه. تقلاش يا فتوح، قول لي بس عليك كام؟ عليها 5 أرانب، 5 مليون بولة بس. امرهم سهل وبسيط. لا لا مين قال انه بس؟ انا قلت بس. لا ده دي اول ديون بس. في تاني؟ في 3 مليون غيرهم. بتوعي دول؟ ده الولا هيثم دبور مدايني بيهم. هيثم دبور مين؟ احمد مكي؟ لا لا ده بتاع العربيات. ده قسط العربية ما دفعتوش بقالي سنة سيادة المدير. طب كده 8. في حاجة تاني؟ و17 ألف. بتوعي دول كمان؟ ده لهشام تسريحة التوافير بتاعي. لا ده احنا مش هنخلص بقى. طب بس اهدوا يا جدعان. فتوح عايزك تجمع كل الديون اللي عليك في ورقه وتجهزها لنا على المكتب، وما تشيلش همه. المهم ان انت عايز تقعد معانا. ايه ده انتوا عايزين تتلسقوني ولا ايه؟ على فكره بقى الموضوع مش موضوع فلوس بقى. كل ده ومش موضوع فلوس؟ اه والله مش موضوع فلوس. امال الموضوع يا فتوح؟ موضوع فلوس كتير قوي يا مديرنا. انا عايز فلوس. هو انتوا هتسدوا ديوني وبعد كده افضل برضه على الحديده؟ ما انا هتدين تاني. ايوه بس هو بصراحه فتوح عنده حق في النقطه دي يا مدير. نسمعه برضه. طب اوه بس ما تشرخش بخيالك يا فتوح، عشان انت طلباتك كده. لا لا مش هشرخ ولا حاجه. انا طلباتي بسيطه، تسدوا الديون اللي عليا وتدوني منحه تعاقد
وتشوفوا زيزو بياخد كام وانا هاخد اقل منه بباكو يا سيدي. خرب بيت زيزو على الناس اللي باصه لزيزو، على كل الناس اللي باصه في ارزاق الناس. انت مالك بزيزو يا عم؟ نمشيه عشان ترتاحوا خالص؟ ابص بقى بيرجع يتحول عليا تاني. وبعدين خد هنا ايه منحه التعاقد دي؟ انا مش فاهمه اللي هو بتردوني كده بتقولوا لي ويلكم، بتحتضنوني. ايوه تطلع كامل ويلكم بتاعتك دي بقى فتوه، يعني حاجة بسيطة كده. أنا مش طماع، يعني هات 50. 50 جنيه؟ لا مش الدرجات. 50,000 يعني؟ 50 مليون. هتستقبل ايه؟ مشتريك من أول وجديد ولا ايه؟ أنا يا لبيب. سيبه الولد ده، أنا مش هسيبه. أنا يا لبيب لو مسكني مش هيسيبني. تعالى هنا. خبيني خبيني. وبعدين يا شيك هيتحل. قلبي بيقول لي إن هو هيتحل. يلا عقبال ما تحلوا مشكلتي انا كمان وتجددولي، وهقعد على نفس الكرسي ده وهقعد ازعق واشخط وانتو واحس بنفسي. انت؟ لا انت، احنا عارضينك للبيع خلاص مش عايزينك. ايه ده بقى كده يا شيكا؟ تعرضوني للبيع؟ لا انا مش عايزك تزعل دلوقتي، انت هتزعل اكتر لما نعرف احنا عارضينك بكام. اكيد هتكسبوا من ورايا قد كده، ما انا البيضه اللي هتفلقس ذهب. البيضه اللي هتفلقس ذهب؟ ايوه اكيد. هتطلبوا فيا 10 مليون ولا حاجة؟ احنا طالبين فيك 500,000. يا شيكا للدرجة دي انا رخيص في عينيكو؟ والله مش فكرة رخيصة صبحي، بس محدش عايز يشتريه عشان تبقى تقول اكمل سهرتي كويس. وربنا ما كملتها، ده انا مشيت في نصها. بقولك ايه، شد بقى عشان اكمل اللي بسمعه، مش عايز رغي كتير. يعني ولك مني كملت السهرة ولا مني هكمل في النادي؟ ده ايه الحظ ده؟